بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين بس نوضح حاجات مهمة جدا للمهندسين قبل بداية العملية الانتخابية. اول حاجة، المهندسين على مستوى الجمهورية مقسمين على المقرات الانتخابية بصورة متساوية، بحيث ان كل مهندس مش هيقدر يدلي بصوته غير في اللجنة المقيد بيها. فبرجاء من كل المهندسين والمهندسات اللي عايزين يروحوا يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، ان هم يستعلموا عن مقراتهم الانتخابية. احنا عاملين 35 مقر انتخابي بإجمالي 910 لجنة فرعية، فمش هيبقى فيه أعداد كبيرة في اللجان. المجمعات الانتخابية ممكن تبقى أحجامها كبيرة جدا، لكن في النهاية عدد المهندسين المقيدين في كل لجنة فرعية عدد قليل جدا، فمش هيبقى فيه طوابير خالص ولا هيبقى فيه أي صعوبة في الانتخاب. المهم إن المهندس يبقى عارف هو هيروح على أي مقر انتخابي ولجنته الفرعية رقمها إيه. المهندس يقدر يستعلم عن لجنته الانتخابية ومكان مقره الانتخابي بطريقتين، يا إما على موقع النقابة أو إنه يبعت رسالة على رقم 44-31 برقم العضوية بتاعه زي ما هو مكتوب في الكارنيه بالظبط. هيترد عليه برسالة بمكان المجمع الانتخابي ورقم لجنته الفرعية ورقمه في الكشوف، زي ما كنا بنعمل أيام الاستفتاء أو مجلس الشعب. فبالتالي المهندس هيبقى رايح هو عارف رقم لجنته الانتخابية وعارف رقمه في الكشوف، بحيث ان هو لما يدخل يبقى الموضوع سهل. كل اللجان الفرعية فيها إشراف قضائي كامل، مفيش لجنة فرعية ما عليهاش مستشار قاعد. ده غير انه كل مقر انتخابي فيه لجنة عامة بتشرف على المستشارين اللي موجودين في كل اللجان الفرعية. فالانتخابات كلها مراقبة او تحت اشراف قضائي كامل. المهندس هيدخل ينتخب، لازم المهندس اللي له حق الانتخاب يكون مسدد على الاقل لحد سنة 2012 على حسب قانون النقابة. فالمهندسين مدرك اسمائهم في كشوف في كل اللجان دي في اللجان الفرعية، بس هو مش هيلاقي اسمه غير في اللجنة اللي هو مقيد بيها. فياريت ارجع تاني اعيد، نلتزم بان المهندسين يروحوا في المقرات اللي هم اسمائهم موجودة فيها وفي اللجان الفرعية اللي اسمهم مدرك بيها. هيلاقي اسمه مكتوب في الكشف وموجود جنبيها حالة السداد بتاعته. هو لازم يروح طبعا معاه الرقم القومي بتاعه. لما هيروح هيبرز رقم قومي للمستشار، هيشوف هيكشف على اسمه في الكشف، هيلاقي ان هو مسدد بعد 2012، فبالتالي هيسمح له بالسداد. في حالة ان هو لو لقى ان اسمه مدرك بالكشوف ولكن حالة السداد مش بعد 2012 وهو مسدد، فلازم يبقى معاه ايصال السداد او كارنيه عضوية بعد سنة 2012، بحيث ان هو يثبت ان هو مسدد فعلا بعد عام 2012. التصويت مش هياخد وقت طويل قوي، ومش هيبقى فيه طوابير طويلة، لان الاعداد زي ما قلت في الاول اللي موجودة في كل لجنة فرعية اعداد قليلة جدا. احنا بنطلب من المهندسين ان هم ينزلوا، بنطلب ان هم يشاركوا في الانتخابات لان دي نقابتهم، وده حق واجب، ومش المفروض ان هم ولا يسيبوا حقهم ولا يتنازلوا عن واجبهم. احنا محتاجين يجي مجلس منتخب بيعبر عن كل المهندسين، وده مش هيحصل الا بمشاركة عالية من المهندسين. فياريت ما تخزلوناش وتنزلوا كلكم. معادنا 4 و5 ابريل، ان شاء الله هتبقى انتخابات سهلة وهتبقى نزيهة، ومحتاجين كل الناس تشارك. وشكرا. الانتخابات واجب وطني وكل المهندسين مفروض يشاركوا فيه، ومعمول كل السبل علشان خاطر المقرات الانتخابية تقدر نوصل لها بسهولة. وفي المقرات الانتخابية اللي فيها مراكز بعيدة معمول لها وسائل مواصلات علشان خاطر ينقلوا المهندسين ويرجعوهم تاني. فيعني احنا نفسنا يبقى المشاركة ايجابية جدا للمهندسين، لان النقابة محتاجة فعلا للمشاركة بتاعت كل المهندسين اللي في مصر علشان خاطر ينهضوا بيها ويبقى عندهم افكار جديدة يقوموا بنقابة المهندسين. مساء الخير. ثلاث نقاط اربعة كده صغيرين
يمكن يبقوا برضو المهندس محتاج انه يطمن عليهم. واحد، جميع النقابات الفرعية اللي فيها مقر او مقرين متعهدة بنقل المهندس من جميع الاقسام او القرى اللي حول المقر الانتخابي الى مقر الانتخاب، وعودته مجانا وطوال ايام الانتخابات. الاتوبيسات هتروح تودي مهندسين وترجع بعد بمهندسين صوتوا وخلصوا من الانتخابات، ترجعهم لنفس المركز وتاخد مهندسين تانيين في فوق تاني لو فيه، وهكذا طوال ايام الانتخابات. وبالتالي في المدن الكبيرة برضو من الميادين الرئيسية جميع المهندسين في النقابة الفرعية هيلاقي خطة للتحرك الى المقرات الانتخابية المختلفة من الميادين المختلفة. في القاهرة، نقابة القاهرة اعلنت ونشرت اكتر من مكان في محافظة القاهرة، من ميدان التحرير، من ميدان رمسيس، من ميدان روكسي، من ميدان الحلمية، من ربعة، وهكذا. يعني جميع الأماكن المشهورة في محافظة القاهرة بتنقل المهندسين إلى المقرات الانتخابية اللي هيصوتوا فيها وترجعهم مرة تانية، أيضا من المعادي ومن حلوان إلى مقر الانتخاب في المعادي في شارع الجزائر، وهكذا. فنقطة الانتقال للمقرات الانتخابية مؤمنة مجانا للمهندسين، ما عليه إلا أنه يطلع كارنيه النقابة عشان يدخل الأتوبيس ويروح ينتخب. النقطة الثانية أنه إحنا عاملين خط رجعة لفكرة السداد وعضوية الجمعية العمومية. المهندس اللي سدد حتى بعد الميعاد اللي إحنا طبعنا فيه هنقدر نثبت أنه تحول من حالة عدم السداد وعدم أحقيته في حضور الجمعية العمومية إلى حالة السداد وأحقيته في حضور الجمعية العمومية، عن طريق أنه يبرز أصل إيصال السداد من النقابة الفرعية مختوم، أو حتى بالكشف من خلال قاعدة المعلومات المتوفرة في كل مقر انتخابي، واللي القاضي هيبقى بيصرح بالكشف عنها لو تأكد ان اسم المهندس ما بيدلوش الحق عنده في الاوراق المطبوعة، لانه احنا سامحين بتغيير حالة السداد لغاية اخر يوم العمل بتاع النهاردة 2/4. دي النقطة التانية، مفيش مشكلة المهندس اللي سدد النهاردة في اي نقابة فرعية ان يروح يوم الجمعة ومعاه اصل ايصال السداد وينتخب بموجب هذا الإيصال. المهندس ممكن يروح يثبت عضويته في النقابة من خلال كارنيه النقابة، أو حتى اللي هو 2012 أو ما بعدها، أو حتى بطاقة العلاج الصحي مختومة تجديد 2012 أو ما بعدها، أو أصل إيصال السداد ل 2012 أو ما بعدها. دي كلها تسهيلات عشان يقدر يحافظ على حقه في الانتخاب. النقطة الثالثة، المهندس اللي لسه يعني حديث التخرج ولا ممرش بتجربة انتخابات نقابة المهندسين، بحب أسهل المسألة ببساطة. المهندس مطالب بأنه يقول رأيه في 5 استمارات مختلفة. أعتقد زملائنا تعرضوا لهذه المسألة، لكن المهم أنه العدد قد يبدو كبيرا في بعض الاستمارات للدرجة اللي تخلي المهندس يتلخبط في الأسماء، لكن بما هو معروف عن المهندس من دقة ومن عملية هيبقى محدد أسماء اللي بينتخبهم في ورقة صغيرة يطلعها جوه اللجنة، محدش هيتهمه بالغش ولا البرشامة ولا حاجة، ويسجل الأسماء اللي هو عايز ينتخبها. لازم هنا التنبيه على الالتزام بدقة بالعدد اللي مكتوب في استمارة الانتخاب. وعلى سبيل المثال، لو هو عضو شعبة مدني مثلا هيبقى مطلوب منه في مجلس الشعبة انه ينتخب 8 فوق السن، يعني فوق 15 سنة خبرة، و7 تحت السن، والاستمارة مطبوع فيها 65-66 اسم
مرشحين لفوق السن، هيبقى مكتوب كده فوق احرص على ان تنتخب 8 فقط، لانك لو انتخبت 7 صوتك باطل، لو انتخبت 9 صوتك باطل. فتلتزم بالمكتوب في الورقة، وفي ظهر الورقة ممكن تلاقي تحت السن، يعني تحت 15 سنة خبرة، فبرضو هيقولك انتخب 7 اسماء من الاتي اسمائهم تحت السن، لو انتخبت 6 صوتك باطل، لو انتخبت 8 صوتك باطل. فالمهندس الحريص على صوته لازم يلتزم التعليمات تماما. في مجلس الفرع بيقول له انتخب من شعبة مدني الآتي أسماءهم عدد 4 أو عدد 5، بتختلف من فرع الآخر، التزم بالعدد اللي مكتوب ومطبوع في استمارة الانتخاب عشان يبقى صوتك صحيح. يهمنا جدا أنه يكون الصوت أقل نسبة من الأصوات الباطلة، هي ده دليل على أن المهندس فاهم نقابته وحريص على أنه يدلي بصوته لصالح النقابة. في بعض الحالات أقولها برضو عشان محدش يقول محدش قال لنا، ممكن يبقى مرشح واحد بس، مثلا في رئيس نقابة فرعية، هذا المرشح الواحد بس هيجي لك ورقة اسمها رئيس النقابة الفرعية، انتخب واحد فقط. لازم تنتخب واحد، يعني انت لازم تحط علامة صح على الاسم الوحيد، رغم ان المفروض نجح بالتزكية لان مفيش غيره، لكن القانون بتاعنا يقول لازم ينتخب. وبالتالي لو ما عملتش علامة باعتبار انك شغلت مخك كمهندس قلت ايه الكلام الغريب ده، ده الراجل مفيش غيره، يبقى انا مش مضطر ان انا اختاره، لان اذا نجح بالتزكية هيبقى صوتك باطل. يعني لو ما عملتش علامة الصح هتبقى صوتك باطل. حرصا مننا على انه لازم العملية تبقى قانونية، اسمه نازل في الكشف حتى رغم انه واحد، ونقول لك انتخب واحد. من فضلك تابع تعليمات اللي مكتوبة في الورقة عشان الأصوات الباطلة تبقى أقل ما يمكن. تحضرنا في هذه الانتخابات هو في تقليل نسبة عدد الأصوات الباطلة وفي زيادة عدد الأصوات المشاركة في الانتخابات، وبعتقد أن دي ملاحظات كان لازم حد يقولها عشان المهندسين يبقوا حريصين أثناء التصويت. ونتمنى كل التوفيق لجميع الزملاء المرشحين. اللجنة كانت حريصة على أنها تبقى على مسافة واحدة بمنتهى الشفافية، ولا تتصل بأي من المرشحين إلا فيما يخص مشاكل الإعداد للانتخابات. أما الدعاية الانتخابية أو التربيط أو ما يسمى بذلك، اللجنة كانت بمنأى عن هذا تماما. وبنتمنى لكل المرشحين التوفيق، والمجلس اللي جاي مجلس عليه مهام كبيرة، لأن النقابة دي عانت كثيرا ومحتاجة لجهد كبير من مخلصين عندهم استعداد للبذل والعطاء عشان يرفعوها إلى مستوى آخر غير اللي عانت منه ومن مشاكلها في الفترة السابقة. أشكركم. طبعا الزملاء المهندسين أعضاء اللجنة شرحوا الكثير من التفاصيل فيما يخص العملية الانتخابية. أنا الحقيقة هركز على نقطة تانية خالص. اللجنة إعداد الانتخابات أو لجنة الحكماء اللي أدارت النقابة في هذه المرحلة الانتقالية الحقيقة قامت بمجهود جامد جدا إنها تعمل انتخابات على أرقى وأعلى مستوى من التنظيم بما يليق بالمهندسين المصريين. فالأول مرة تجرى الانتخابات في نقابة المهندسين وتقسم فيها اللجان إلى شعب وأبجدي وبطريقة منظمة، بحيث أن المهندس مش هيلاقي اسمه غير في لجنة واحدة فقط، بما يمنع تكرار التصويت أو اللي كان ما يسمى الاستمارة الدوارة أو خلافه. وبالتالي فاحتمالات هنا التزوير أو تكرار التصويت أو خلافه أصبحت معدومة. النقطة الثانية انه برضو بنقول انه لأول مرة تتم الانتخابات بإشراف قضائي كامل، بمعنى ان اللجنة فيها كل لجنة فيها قاضي وفيها الموظفين اللي هيقوموا بعملية الفرز والتسجيل لإعلان النتائج مع القاضي هما من الهيئة القضائية. فيش حد من موظف من النقابة هيشارك في هذه العملية اطلاقا ولا من خارج الهيئة القضائية زي ما كان بيتم قبل كده، وعلى سبيل المثال آخر انتخابات 2011 يعني. اتخذت كل الإجراءات اللازمة
لضمان حيادية ونزاهة هذه الانتخابات. تخذت كل التيسيرات اللي بتسهل للمهندسين الوصول الى مقرهم، زي ما قال المهندس معتز ان في اتوبيسات مجانيه هتنقل المهندسين للمقر. لاول مره انتخابات المهندسين تتم على يومين، جمعه وسبت، بحيث ندي الفرصه لاكبر عدد من المهندسين للانتخاب. في رساله مهمه جدا بنوجهها لزملائنا المهندسين. نقابه المهندسين على مدى 20 سنه من الحراسه وحكم جماعه الاخوان اهدرت اموالها بالملايين، وللأسف المهندسين لم يتمتعوا بالخدمات النقابية المفروضة والتي تليق بقيمة المهندس المصري، زي الرعاية الصحية أو المعاشات أو الإسكان أو البطالة أو خلافه، وكلها خدمات متدنية. النهاردة بتيجي الفرصة للمهندسين المصريين أن ينزلوا ويدوا أصواتهم وينتخبوا مجلس يليق بيهم ويقدم لهم الخدمات المطلوبة منهم. مش عاوزين المهندس يتقاعس ويقول ما خلاص بقى، يعني المجلس اللي انسحبت منه القديم انسحبت الثقه منه والدنيا راقت. لا، الدنيا ما راقتش. اذا ما نزلناش كمهندسين وصوتنا واخترنا اللي احنا عاوزينه، هيرجع الفساد تاني، وهيرجع اللي يستغل النقابه تاني لمصلحه سياسيه او حزبيه او دينيه او خلافه، وهنفضل في دوامه لا تنتهي. بنطلب من زملائنا المهندسين ان ينزلوا ويمارسوا حقهم الطبيعي ودورهم في اختيار من يمثلهم في النقابة، علشان تقدر النقابة تؤدي دورها ونخرج بيها بعد 20 سنة من الظلام للنور، ويبقى عندنا مجلس نقابة محترم يقدر يؤدي المهام اللي مطلوبة منه. دي مسؤولية المهندسين. لجنة إدارة النقابة عملت لهم كل التيسيرات والتسهيلات والضمانات اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة. كل المطلوب من المهندس انه معاه يومين ينزل في اي يوم منهم نص ساعة يدي صوته ويرجع، علشان النقابة ما تقعش تاني لبراسن الجماعات اللي سيطرت عليها قبل كده واستغلتها لمصلحتها. وشكراً.